ثلاثة ساعات من الأمطار كانت كافية لتغرق شوارع الجزائر العاصمة والمدن المجاورة لها، متسببة في أضرار مادية لحقت المباني والطرقات وسيارات المارة، كهذه السيارة التي غرقت وسط نفق بعد أن غمرته المياه. على إثر التقلبات الجوية اللي شهدتها العاصمة ليلة البارح وصبيحة اليوم، يعني كانت كمية معتبرة من الأمطار في ظرف زمني قصير جدا، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض بلديات العاصمة، منها بلدية الجزائر العاصمة، منها بلدية حسين داي، بير مراد رايس، شراقة، أسحاولة، دار البيضاء إلى آخره. وكانت الأحياء الشعبية هي الأكثر تضررا، كحال هذا المنزل الذي غامرته المياه، متسببة في شرارة كهربائية كادت تودي بحياة قاطنه. الماء دخل علينا هنا، هاج علينا الماء، شفنا لي طروطوار يتنحاو، الأرض تنحات، وحنا هنا وحنا عندنا تحتنا هنايا كاين يا خو الماء والغاز والتريسيتي. تعبك انا حكمتني الرهبه انا ولادي. داخل الدار الماء يسيل التريسيتي والماء تخلطوا، خفت كش ما ترتق علي انا ولادي. انا حنهرب برا، خفت الحمله ما لقيتش، عبك قاعد كونداني هكا انا بدراري. وقد ارجعت وزارة الموارد المائية سبب هذا الفيضان إلى الكميات الكبيرة المتساقطة من الأمطار في ظرف وجيز، مؤكدة وجود 700 منطقة معرضة لخطر الفيضانات. أصبحت هذه المشاهد تتكرر كلما عادت الأمطار الموسمية في العديد من الولايات، ما دفع مختصين إلى دعوة السلطات لتسطير استراتيجية تحمي المدن من خطر الفيضانات. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.